الاهلي يكتسح الترجي بثلاثيه رائعه وضع قدما في الدور النهائي بمشيئه الله. كابتن علاء الف مبروك، فوز مستحق وفوز رائع للنادي الاهلي. الله يبارك فيك يا ايمن، بس تعديل وحط قدمين لسه. احنا دايما بنقول ايه؟ لا لا، الحسم في الماتش الثاني. انت احلى حاجه عملتها النهارده، انا كنت بقول لك بنشطون ايه فرصه النادي الاهلي النهارده يحسم المباراه. النهارده الحمد لله الشوط الثاني بالعقليه اللي نزل بيها كولر واللعيبه قدر يحجز هدف والثاني والثالث، وكان ممكن يجي رابع فرصه النهارده. ماليش دعوه بظروف الفريق المنافس، انا ليا دعوه بال 90 دقيقه. انا عملت 90 دقيقه، اخذت المباراه اللي انا عايزه، اديت الحمد لله اداء محترم جدا خصوصا الشوط الثاني. كسبان نتيجه ما حصلتش في الترجي تقريبا اول مره تحصل. اعتقد انا بعت اسال، انا تقريبا متاكد ايمن اول مره الترجي يخسر 3-0 على ارضه في رادس. فدي انت النهارده عامل حاجات حلوه كتير جدا جدا جدا، الحمد لله نتيجه عاليه جدا، اداء الشوط الثاني محترم، تعامل مع المباراه بامتياز، خدت كل الاسباب اللي قبل المباراه لصالحك، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه في الاستوديو. الحمد لله ان انت خد كل الاسباب اللي حصلت قبل المباراه لصالحك انت، وانت نجحت انك تعمل كده في المباراه. 3-0 مفيش خطوره خالص عليك، انت مركزك الدفاعي ممتاز، الناس كلها يعني استغلت الفرص على احسن ما يكون، وبقول لك كان ممكن كمان تزيد. فالنهارده الحمد لله مباراه ممتازه، الف الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. ماشي، انا همشي معاك بس في الحته دي لحد اخر حاجه. يعني المباراه القادمه ان شاء الله في القاهره هتبقى يعني تاكيد مش اكتر، لكن هي المباراه مش مقلقه خالص الحمد لله. انت بتتكلم ايمن في وجود جماهيرك اللي هتيجي ان شاء الله تحتفل بيك انك هتوصل للنهائي، فتخيل وجود الجماهير مع شكل فرقتك مع انك انت عايز توصل للنهائي. لا الموضوع، هسالك سؤال في النقطه دي، الجماهير بعد الثلاثيه النهارده تحضر الماتش الجاي اكتر؟ اكتر طبعا، جماهير النادي الاهلي حاله تانية خالص. يعني الجماهير العاديه يقول لك ده خلاص الاهلي حسم احنا مش رأي. لا لا، جماهير الاهلي هتملى الاستاد باقصى عدد موجود مسموح به طبعا من المؤسسات او المسؤولين، وهيبقى موجود عشان يشجع فرقته، موجود فرحان بفرقته على اللي حصل النهارده، موجود عشان احنا معاكم، احنا فرحانين بيكم وبنزقكم كمان توصلوا النهائي بشكل ونتيجه محترمه جدا. لا هتلاقيه كتير، مش جمهور النادي الاهلي اللي يعمل ده يعني. لا، جمهور النادي الاهلي حاجه مختلفه خالص. لو في جماهير تانية انا امشي معاك، اقول لك يعني نصهم ممكن يكسل ونص الباقي يقول لك خلاص ما احنا الحمد لله كده. انا بسالك عشان اسمع منك الاجابه. لا 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 لا، اصل الاجابه دي معروفه من زمان، جمهور النادي الاهلي انا دايما بقول كلمه هنا، جمهور مختلف تماما، خصوصا في تشجيعه لفرقته في حته الكوره كده. في الكوره لا، الموضوع مختلف، بتبقى في اوحش حالاتك وتلاقيه واقف في ظهرك، احسن حالاتك فرحان بيك وهو فرحان. فالنهارده انت في حاجتين حصلوا، جمهور الاهلي فرحان بيك قوي بالنتيجه، وهو فرحان ان انت كسبت 3-0 بره ملعبك بالشكل ده الحمد لله، وما عندكش مفيش خطوره مفيش حاجه خالص، مفيش اي تدخل تحكيمي بالمره. انا اشدت بالحكم بين الشوطين وما زلت اشيد بيه، واكيد طبعا كابتن ناصر هيتكلم عليه، بغض النظر حكم مغمور حكم معروف، لا ادت مباراه النهارده ممتازه، ما استعنتش بالفار في لقطه حتى فيها شك. كل قراراته انا عجباني، حتى لو قرارات قليله جدا، لكن لا انا بس الاهلي سهلوا الماموريه، لان الاهلي من بدايه انت بتتكلم على ايمن من فريق في اول 8 دقايق كان خلى الماموريه سهله عليه هو، صح، سهله على الحكم، صعب على شال من عليه الضغوط، شال الضغوط من على الحكم بالظبط، وصل فريق الترجي ان انت بتدور على المستحيل، انت بتدور على المستحيل من اول 9 دقايق، 1-0 مع النادي الاهلي في حالتك انت في رادس. لا والحمد لله اللي عجبني ان النادي الاهلي ما اكتفاش، لا انا بالزبط. مش هكتفي، انا اقدر اجيب الجول الثالث، اما اجيب الجول الثاني والثالث اجيب الجول الثالث، هو ده، دي العقليه الواحد بيحبها في لعيبه النادي الاهلي. انا دايما طماع، طمع مش وحش في الكوره على فكره، لما اجي لك فرصه زي كده لا 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 لا، فرصه لازم استغلها احسن استغلال، والنهارده كولر ولعيبه النادي الاهلي استغلوا الفرصه بامتياز. 95 دقيقه النهارده استغلوهم كويس جدا جدا جدا، كلاعيبه كاداء، كمدير فني استغل حتى تغييراته، استغل اطمن على كل لعيبته النهارده، الناس اللي احرزت اهداف بيرستاو وكهربا في احسن حالاتهم، اكيد النهارده بيرستاو هدفين وكهربا هدف. انت بتتكلم النهارده يا ايمن من المباريات القليله جدا اللي انت بتطلع مكاسبك فيها الحمد لله ما عندكش خساره واحده. بالزبط. الحمد لله بالزبط. ولا عندك خساره مثلا جه فيك هدف، ولا خساره لعيب بانذار او حاجه، ولا خساره في اصابه، طالع النهارده فريقك كامل متكامل كسبان فرحان مقدم مباراه حلوه جدا، رساله جامده جدا
للي هيقع معاك في النهائي ان شاء الله رب العالمين ان البطوله دي بتاعت النادي الاهلي يا رب. بغض النظر على الترجي هيقول لك الترجي ماشي ما علينا انا يعني ماشي الترجي ظروفه مش كويسه انا مع لازم استغل الظروف طبعا يدي كره قدم هو اللي انا قلت عليه من اول كده هو ظروف انت ظروف هو مش كويسه مفيش جماهير ايه لا انا استغل الظروف دي والحمد لله استغليت النهارده المباراه احسن استغلال صحيح. امتياز النهارده في كل حاجه انا عن نفسي لا الشوط الثاني انا مبسوط من الشوط الثاني بنتيجه باداء بروح بتفكير بشكل لا 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 لعيبه تحس ان كده في التزام في الملعب في الروح موجوده في التزام في الملعب في ثقه كويس قوي عندك ثقه في نفسك مظبوط هو فقد الثقه تماما وعلى فكره فضل ليك انت مش لحاجه فضل ان انت من اول مباراه 1-0 ضاغط عليه مش مديله اي فرصه ان هو يهدد الشناوي فالحمد لله النهارده الف مبروك لجماهير النادي الاهلي وان شاء الله تكملوا فرحكم هنا في القاهره تبقى يوم فرحه تكمل إن النتيجه ان شاء الله ويبقى يوم احسن من كده ان شاء الله اللاعبين طبعا بوجود الجماهير ده اكيد ان شاء الله ان شاء الله كابتن عادل الف مبروك فوز الشوط الاولاني انتهى الاهلي كسب 3-0 بقى الشوط هنا في مصر يعني الكره علمتنا كده صح ما بعملهاش الى اخر لحظه يعني المباراه القادمه بقول للعيبه لسه بطاقه الحسم ان شاء الله لو انا دي فلسفتي ان شاء الله لو كسبان 7 لو انا كسبان 7 بره ارجع هنا القاهره كاني بلعب 0-0 النتيجه 0-0 ما فيش حاجه اسمها في كره القدم انك وصلت كره القدم لا تعترف الا مع صفاره الحكم مباراه ثانيه حتى في الدوريات صح لما انت تكون عندك فرق بين الخصم 16 بونت وفاضل 5 ماتشات اقدر اقول لك مبروك الدوري لان لو اتغلبت بقيه الماتشات كلها يبقى انت بطل ببونت ده اللي انا بقوله ده رقم واحد لكن خلينا النهارده نقول الشوط الاولاني النادي الاهلي لعبه بحرفيه كبيره قوي النادي الاهلي النهارده امتعنا كره قدم في الشوط الثاني صح رغم ان انا اشوف زعلان من اللعيبه اخر 15 دقيقه زعلان منهم جدا مش بتكلم على النتيجه ان هي تبقى 5 أو 6 أو 7 ليه احنا ما عندناش الفلسفه بتاعت ان احنا نكسب 6 و7 و8 ليه يعني انت يعني ده مش غرور والله ما غرور ان انت كسبان النهارده الترجي 3 لكن انا كنت اتمنى ان الفرص وعندنا 3 فرص 4 فرص الشوط الثاني انفرادات 4 لعيبه على 2 كنا نقدر نجيب 3 4 تجوان ولكن يبقى حاجه مهمه النادي الاهلي مرعب في افريقيا قوي اسمه عالي قوي بيديك 30% من قوه على اي فرقه النهارده انا قلت لك الترجي هيتاثر بجمهوره وتاثر النهارده بجمهوره تاثير جامد جدا يعني لانه الترجي فرقه كفاح فرقه قوه هتلاقي جمهوره دايما بيدفعوا زي الرجاء وزي الانديه شمال افريقيا الجمهور بتاعه ممتع زي الجمهور المصري جمهور النادي الاهلي بالاخص جمهور النادي الاهلي ممتع علشان كده بقول لك يا كابتن ايمن النهارده ابدع النادي الاهلي في التكتيك مع كولر الابداع مش من النهارده احنا كنا بنتكلم اكتر من مره انه انا بقولها دايما مستر كولر عارف افريقيا بدا يعرف عارفها كويس يعني عارف ان هو كرة القدم مش زي اوروبا بالذات في البطولات الافريقية انك توصل لهدفك من اقرب مكان ومن اقرب حتة يعني هو النهاردة قلنا هيلعب بثلاثة فندرات وكسب 3-0 يعني انت بتتكلم على واحد انت المسمى انه بيدافع ولكن كسبت 3-0 ولكن اقدر اقول مبروك لأهم عنصر في النادي الاهلي هو عنصر الجمهور وبقول له ان شاء الله املى الاستاد وروح استمتع بفرقتك ولان لسه ما حسبناش النهائي لازم تروح وتأزر فرقتك وتشد فرقتك ورساله لكولر ولاعيبته النتيجه 0-0 ما عملناش حاجه لسه نرجع عشان نلعب الماتش الثاني عشان ما يحصلش مفاجآت هو انت مش كسبان في تونس يعني ما فرق ممكن تكسب في بلدك عادي كرة القدم كده علمتنا هكذا فأنا بتمنى إن احنا ناخد الأمور بجدية نرجع شوط أول انتهى خلاص لسه شوط تاني وصفر صفر النتيجة ولكن عندك
يعني ايه ثقه انك بتلعب عندك اريحيه. ايوه يعني انت تقول لفرقتك ان النتيجه 0-0 خلاص انتهى الموضوع خلص شوط خلص، ولكن تلعب بثقه واريحيه وتلعب كره قدم كويسه تمام وتكسب وتحافظ على شبكتك نظيفه. حاجات كتير قوي دروس يتعلمها الاجيال كلها، ان حتى لو انت كسبان 7 تلعب الماتش اللي جاي كانك 0-0. هي كده عايزين الثقافه دي. النهارده نكسب 4-3 لا كنا نكسب 5-6، الاجوان السهله كانت لازم تيجي. وحتى لو كسبنا 5 نرجع نلعب 0-0. هي كده كره القدم. ومبروك لجمهور الاهلي العظيم، مبروك لمجلس ادارته الشوط الاولاني، لسه الشوط الثاني كمان نوصل ان شاء الله، ولينا كلام اخر في المباريات اللي بعد كده، ولكن خلينا كل تفكيرنا على المباراه دي الماتش اللي جاي. الترجي بيلعبك على التاهل، لسه ما تاهلتش فبيلعبك على بطاقه التاهل، هتطلع ان شاء الله لما تعمل نتيجه ايجابيه معاه هنا وتوصل للنهائي وساعتها نتكلم باذن الله رب العالمين. كابتن بلال الف مبروك، فوز عريض، بس هل كنت تتوقعه قبل المباراه؟ اصل الكابتن عادل دايما بيبقى حتى لو النتيجه 4 أو 5 او حتى النتيجه يعني مطمئنه قوي، هو دايما بيقول لك ان الحسم بعد صفاره الحكم في المباراه الثانيه. الكابتن عادل بيتكلم، هو راجل مدرب يعني بالظبط، وعاش الاجواء بتاعه ان انا ابقى كسبان وخايف ان لعيبتي تريح، تنزل تريح شويه، وخايف ان اللعيبه يحصل فيه مشكله لكن لما نيجي نتكلم بوجهه النظر يعني المنطقيه، الاهلي فريق كبير طبعا، واضح فرق الامكانيات ما بين الاهلي وبين الترجي، فرق امكانيات كبيره جدا جدا حتى على ملعب الترجي. امكانيات بدنيه، امكانيات فنيه، التاكتكس اللي لعب بيها النادي الاهلي النهارده تمام اعلى بكتير جدا من اللعب بيها الترجي النهارده. صح، ده نتج عنه انك سجلت 3 أهداف بره ملعبك تمام. خد بالك انت 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 ممكن تلعب فرص يعني اقل من الترجي ما تسجلش فيها، لكن انت لعبت بشكل جيد، استغلت الفرص اللي اتيحت ليك بشكل جيد، مش بشكل ممتاز ولكن بشكل جيد، لانك انت النهارده اتيحت ليك فرص انك تسجل اهداف، واتيحت ليك كرات انك تصنع منها تسجيل اهداف مره تانية. صح، فاهم. النهارده عجبني جدا حاجتين لعب بيهم النادي الاهلي النهارده، قفل كويس قوي ولعب على المرتده بشكل سريع جدا 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 يا كابتن. النقطه الثانيه، استغل الكلام اللي قلنا عليه، تقدم الاطراف بتاع فرقه الترجي واشتغل عليها، زي ما برستاو سجل الهدفين تمام، وزي ما اتيحت فرص لحسين الشحات وتسجلت منها الهدف الثالث برضو، اللي هي الطرف اليمين بيتحرك حسين الشحات بيروح، وكذلك ناحيه اليمين ناحيه برستاو. الاهلي اجاد بشكل رائع جدا جدا جدا. المباراه انت كيفتها بالشكل اللي انت عايزه من اول مباراه لاخرها، انت اللي بتتحكم في رتم. النهارده فرقه الترجي فرقه انت خليتها فرقه قليله في الماتش تمام، من الضغط بتاعك في نص الملعب، ومن التحولات السريعه اللي انت بتعملها، ومن الدفاع الكومباكت اللي انت بتعمله في اوقات كتيره جدا، خليت صعبت المباراه على فرقه الترجي بشكل كبير جدا يا كابتن هاني. صح، الهدف كمان بتاع بيرستاو مش اداك اريحيه بس خلى الجيم حلو بالنسبه لك، خلى نفسك تتفتح على الجيم. في فرق بتبقى انت نفسك تسجل هدف عشان نفسك تتفتح على الجيم عشان تلعب. النهارده اتفرج على اليو ديانج فايق بشكل كبير جدا جدا، مروان فايق النهارده بشكل كبير، حمدي فتحي رائع النهارده، كل يعني معظم يعني كل الفرقه فرقه النادي الاهلي طبعا. بيرستاو ده السوبر ستار بتاع النهارده الحقيقه، يعني هدفين رائعين، الهدف الثاني طبعا رائع جدا 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 جدا، مسافه طويله وبيرقص واحد والثاني والثالث وبيهوش وبيحط جول حلو قوي 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 يعني رائع جدا جدا. بيرستاو يعني من وجهه نظري هو مان اوف ذا ماتش النهارده، يعني عمل كل حاجه في الكوره تقريبا يعني. فالاهلي كاداء جماعي رائع، واداء فردي النهارده الاهلي برضو رائع. هل نقدر نقول الاهلي ان شاء الله في الفاينل؟ يعني بنسبه كبيره ان شاء الله، بنسبه كبيره، بنسبه 70-80% ان شاء الله الاهلي ان شاء الله رب العالمين. بس هل ده معناه ان اللعيبه تريح؟ لا مش معناه ان اللعيبه تريح، لان انت خد بالك انت الجولز بتاعتك هي البطوله مش الوصول للفاينل. انا النهارده ممكن لو انا فرقه صغيره هقعد اسقف واهلل واقول برافو خلاص خلاص وصلت النهائي، لكن انا كنادي اهلي الاهداف بتاعتي مختلفه، مش الهدف توصل الهدف
الوقتي او اللحظي انك توصل للفاينل، ده وضع طبيعي. وانت خطيت منه خطوه كبيره جدا 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 بفوزك بره ملعبك 3-0. يعني الفرقه اللي تكسب بره ملعبك 3-0 ومستني ان هي تتغلب بره جوه ملعبها 3-0، لا ده مش فرقه كبيره. يعني لا مش فرقه كبيره، استحاله يعني. يعني مع الاهلي برضو استحاله. يعني الاهلي لا، الاهلي فريق اكبر من كده بكتير جدا يا كابتن، انه يكسب بره 3 ويتغلب في ملعبه 3، لا ده الاهلي اكبر. بالك في حاجه كمان، الاهلي بيعيش افضل حالاته الفنيه الفتره دي، حي انسجام غير طبيعي. اللعيبه اللي بتلعب بقت حافظه، احنا كمان بقينا حافظين التكتيك اللي بيلعب بيه. الارقام طبعا الارقام حلوه جدا جدا طبعا، دي حتى الثلاثيه هقول لك الرقم دلوقتي بتاع مستر كولر بتاعت الثلاثه. طبعا السنه دي تقريبا 8 او 10 تقريبا كتير. حاجه هجيب لك الرقم بالظبط دلوقتي على ما اعتقد دي ال 12 دلوقتي، كنا 11 مره قبل كده، دي ال 12 او 13 على ما اعتقد ال 12 هجيبها دلوقتي ان شاء الله. الثلاثيه ده السلعوه، الثلاثيات كتير الحمد لله رب العالمين. وفي ميزه مهمه دور السلعوه، في ميزه خلي بالك، في ايجابيه مهمه جدا جدا في ماتشات الاهلي. تقريبا احنا بقى لنا 8 او 9 ماتشات ما دخلش فينا 12 12 مباراه، 12 لا ثلاثيه، ايوه 12 ثلاثيه ما دخلش بقى لنا فتره، بقى لنا فتره كبيره جدا يمكن 8 او 9 ماتشات بنحافظ على الشباك نظيفه. طب طبعا لا انت ما كنت على لك الارقام بتاعتك اللي بتحققها كابتن ايمن، ارقام كبيره، ارقام مخيفه، ارقام تاهلك انك ان شاء الله باذن الله السنه دي تاخد كل البطولات باذن الله. ان شاء الله السنه دي يعني ان شاء الله باذن الله. مباراه الفاينل هتكون مباراه صعبه اكيد. انا يعني خليني يعني بقول على الفاينل لاني عدتنا كده. انا لا انا بعتقد الفاينل على طول. لا انا بعتقد الكابتن عادل هيزح. لا مش انا بقول لك كابتن عادل بيتكلم من وجهه نظر مدير الفني اللي عنده مسؤوليه وعنده بكره وعنده ماتش اللي جاي، فلازم لعيبته تبقى حريصه ان هي يعني ما يعني يعني تنزل الماتش مش باريحيه. فاكر الكابتن جواري مره كنا كسبانين بره 5 سويسلاند كنا في سويسلاند كسبانين 5 ودخل ادانا محاضره كاننا خسرانين. والله وعندنا ماتش العوده في القاهره في سويسلاند كسبنا خسرانين 5 يا عمر، كسبنا 5 هناك، كسبنا 3 هنا 3 هنا. كابتن صلى على النبي، كابتن صلى عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. لا هي وجهات نظر، هي بس المدير الفني مش عايزك تهدى كده. ما انا بقول لك، ما بقول لك كلام كمان يعني معلش يا بدر، كمان كابتن جوري الله يرحمه كان حاله الموضوع ده مش طبيعي. لازم دايما يحطك تحت ضغط، لازم بيقلقك، هو طبيعته كده، وكان بيوصلها لعيبته. بس الحلوه بلاني كان بيوصلها بطريقه ايجابيه السلبيه اللي هو عادي بيدور عليها، ان هو انا بخوفك بس ايجابي. انت النادي الاهلي بقيمتك وعظمتك وجماهيرك دي اكيد ما تخيلش ممكن يحصل حاجه كده معاه اكيد طبعا. يعني طبعا يعني بص يعني هي برضو يعني تختلف من واحد لواحد ومن شخص وحتى يعني انا ما اشتغلتش مدرب قبل كده يعني تمام. بس اعتقد انا لو انا مدير فني لو انا مدير فني على فكره هقول لعيبتي كده نفس الكلام، هقول لهم لازم الشوط الثاني يبقى افضل كمان. مش يعني بص الفوز في حد ذاته جيد جدا، لكن انا عايز يعني اعزز الفوز بتاعي. يعني مش معقول اكسب 3 بره واجي هناك اتغلب في ملعبي حتى 1-0 يعني مثلا عشان انا كسبان 3 بره. لا ده انا باكد، خد بالك انت تاكيد المكسب في المباراه اللي جايه ده مسج للنهائي للفرقه اللي هتلاعبها في النهائي. صح. خد بالك ما الفرقه بتتفرج عليك تمام. انت برضو جزء كبير جدا من مكسبك للماتشات الضغط اللي انت بتعمله على الفرق من مكسبك قبليه. يعني انت ضغط الفرق، الفرق بتتفرج على الاهلي في الدوري كسبان 3 وقبل كده في افريقيا 3 وانت صاعد ومد الهلال جامد، بتعمل ايه؟ انت النهارده بتدي رساله رعب للفرق، بتنزل نفسيا قلقانه منك شويه، خايف، عنده رهبه، على عكس ما انت مثلا جاي كسبان 1-0 بالعافيه ولا جاي متعادل ولا على ملعبك متعادل، فالفرقه تاخد حتى اللعيبه نفسها تاخد ثقه. انما لما تشوفك بالشكل ده بتضغط وتقطع وتستلم وتعمل هجمه مرتده سريعه وكل كره ضاغط فيها لا، فطبعا انت هتعمل لك 1000 حساب، هيخاف منك على الاقل يعني هيكش شويه، ما يبقاش جاي ما يبقاش انت بتلعب مع فرقه وهي فرده تلح عليك وهي مثلا ايه لا ده احنا بنلعب فرقه معلش لسه يعني تمام او بنلعب فرقه مستواها الحالي مش جامد. لا الاهلي قوي، الاهلي قوي جدا والنهارده اثبت ان هو قوي جدا جدا في الملعب. احتكاك الاهلي قوي جدا، كره سريعه الاهلي بيلعب بشكل رائع جدا، تحولات النهارده من الدفاع للهجوم رائعه جدا، اللعب على الاستغلال الوينجات تمام رائع جدا للنادي الاهلي النهارده. ممكن النهارده لو استغلت كل الفرص اللي اتيحت لك ممكن النهارده المباراه تخلص 5. ما قلتليش برده كنت تتوقع النتيجه دي؟ لا بصراحه تتوقع. لا حقيقي لا. صحيح كابتن اسامه الف مبروك، فوز كبير ولكن يبقى شوط ثاني ان شاء الله في القاهره. ده نفس الكلام اللي الكباتن قالوه، طبعا مبروك للعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني الشوط الاول، لكن لسه طبعا مباراه ثانيه وده طبيعه النادي الاهلي دايما بس فوز مطمئن.
يعني يعني هيديك ثقه في المباراه اللي جايه. ممكن تشوف برضو عناصر تانية، حمدي فتحي خلي بالك عنده الانذار الثاني، تخشى ياخد الانذار الثالث غيب عن المباراه النهائيه، فيبقى ليها حسابات تانية. دي التفاصيل الصغيره، لكن على ارض الواقع انت بتحط قدم لسه القدم الثانيه ان شاء الله بتاكيد المباراه الثانيه. النهارده بمكسب الاهلي على الترجي بثلاثيه في ملعب رادس في مكاسب وايجابيات كبيره جدا النهارده. طبعا النهارده ان النادي الاهلي او فريق بطل بيكسب خارج ملعبه، بيكسب فرقه كبيره بتاريخها زي الترجي في الدور قبل النهائي وعلى ملعبها خارج ملعبك، دي بتدي ثقه للعيبه وبتدي رساله ان النادي الاهلي شخصيه البطل وانا مركز على البطوله، فدي رساله مهمه جدا. الحاجه الثانيه برضو من الارقام القياسيه الشباك النظيفه، ودايما كنا بنقول الفريق اللي عايز ياخد بطوله ينظم خطوطه الدفاعيه، ما كناش بنتكلم على النواحي الهجوميه. النهارده المباراه العشرة على التوالي يا كابتن ايمن، تسع مباريات شباك نظيفه للنادي الاهلي، مفيش غير كان الهدف اللي جه في مباراه الكاس كان امام بيراميدز، لكن العشر مباريات يعني بتتكلم في تسع مباريات من عشر مباريات يعني كلين شيت شباك نظيفه للنادي الاهلي، وهي دي النقطه الايجابيه اللي كنا بننادي بيها، ودي تغيرت بعد مباراه سان داونز. تحس النادي الاهلي بعد مباراه سان داونز بقى في شكل وشخصيه ثانيه مختلفه. كولر تطور على المستوى الدفاعي، النهارده الخطوط متقاربه جدا، النهارده النواحي الدفاعيه والتنظيم الدفاعي كان مهم جدا وشفناه على اعلى مستوى. ودايما بقول الفريق البطل اللي دايما بيبحث عن بطوله دايما طول ما هو عنده حارس قوي، طول ما عنده خطوطه متقاربه، طول ما عنده دفاع قوي بيقدر ياخد البطوله. ده اللي احنا شايفينه تطور بشكل ايجابي وشكل كبير مع كولر خلال الفتره السابقه، ودي كانت من النقاط المهمه. اي حد هيقلل من فريق الترجي ومكسب النادي الاهلي وممكن يقول النادي الاهلي كسب فريق اقل من العادي فريق الترجي، لا ده انا عايز افكرك ونرجع لورا شويه. افتكر لما الترجي كان في دوري المجموعات يا كابتن ايمن وهو متصدر مجموعته، متصدر مجموعته اللي كان فيها مين؟ شباب بلوزداد الثاني، الزمالك الثالث، المريخ السوداني الرابع، فدي ما كانتش مجموعه ضعيفه. الترجي كان في افضل حالاته، هو اخر شهر ده الترجي بمر بعدم الاتزان، غياب لعيبه عنده مهمه زي رياض بن عياد والهوني والاصابات، احداث شغب الجمهور وعدم تواجده. النهارده خسر ماتشين في الدوري، لكن يظل الترجي من اقوى الفرق الموجوده في افريقيا، والفرق دايما لما بتبتدي دوري ابطال افريقيا بتقول لا الترجي من الفرق المرشحه، فاحنا بس بنفكر الناس كان حال الترجي ايه في دوري المجموعات. متصدر على مجموعه فيها كانت من اقوى المجموعات شباب بوليزداد، الزمالك، والمريخ السوداني. الحاجه الثانيه برضو وكسب شبيبه القبائل في ماتش الذهاب في الجزائر واحد ورجع 1-1 في تونس. النهارده برضو من المكاسب انت قدرت في بعد ما حسمت المباراه ريحت برضو لعيبه، بدات تدي خالد عبد الفتاح عشان يكتسب الخبرات الافريقيه عشان الفتره اللي جايه. النهارده اديت القدوسي اللي ماشي بقاله فتره بقاله كويس في مباراه السوبر ويعني وبدا يثبت اقدامه مع النادي الاهلي وبدا يحصل عمليه الانسجام جوه الفريق فبياخد فرصه. النهارده برضو طاهر محمد طاهر بعد غيابه بعد فتره، احمد عبد القادر، محمد شريف كنت اتمنى وكان فيه مساحات كان ممكن يسجل النهارده لو ركز في واحده من يعني راح فيها كان ممكن يسجل فيها وكان ممكن يشوف النتيجه رباعيه. النهارده النادي الاهلي كان افضل من الترجي في كل صحيح. شيء النهارده الحاجه برضو الايجابيه عكس مباراه الرجاء، مباراه الرجاء انت كنت بتدافع مباراه 90 دقيقه، النهارده انت طورت نفسك كنت بتدافع وطورت الشق الهجومي، كان النهارده الهجمات المرتده اشتغلت فيها بشكل افضل، وده اللي ساعدك خط وسط الترجي ومدافعين الترجي عدم التمركز الصح. طبعا النادي الاهلي بدنيا افضل من الترجي، النهارده للدقيقه 90 او طوال المباراه النادي الاهلي هو الاسرع، الكرات المشتركه هو الافضل، التحول الدفاعي الهجومي النادي الاهلي اسرع وكان ممكن يزيد من عدد الاهداف. تشعر ان انت النادي الاهلي ممكن يلعب مباراه ثانيه. انا مش حاسس بالنواحي البدنيه النادي الاهلي وقع او لا مثلا حصل فروق، لا ده بالعكس لاحظناها على الترجي بدايه من الدقيقه 75 تحس قبل كده يا اسامه كده انا بقول من نهايه الشوط الاول قبل 75 يا اسامه بدنيا الترجي تراجع واضح جدا. بص
بص بص الارتداد الدفاعي، بص الارتداد، بص الفرص اللي ضاعت اتكلمت عليها انت دلوقتي، وبصوا الهدف الثالث، بص المنظر يعني شاف 5-2. مظبوط مظبوط. طبعا ان كابتن اسامه لنا ان النادي الاهلي بالثلاثيات مع مستر كولر 12 مباراه، خلينا افكركم بيهم. البدايه كانت مع الاتحاد المنستيري 3-0، اتحاد سكندري في الدوري 3-0، بيراميدز 3-0، دوري سموحه 3-1، زمالك 3-0، اوكلاند سيتي 3-0، اسوان 3-0، القطن الكاميروني 3-0، الهلال السوداني 3-0، غزل المحله 3-0، فاركو 3-0، واخيرا المباراه رقم 12 النهارده الترجي التونسي 3-0. تعال ده احنا بنتكلم على الموسم ده في جميع البطولات مع مستر كولر. تعالوا نروح نشوف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي قال ايه بعد المباراه، نرجع نكمل معاكم مره ثانيه. كابتن محمد، الف مبروك، فوز مهم جدا النهارده، 3 اهداف غير الفرص الضائعه، استحواذ كامل للاهلي النهارده. الحمد لله النهارده، وبارك للعيبه وبارك للجهاز الفني وبارك للاداره. طبعا احنا كان عندنا ماتش مهم جدا وكنا محضرين له بشكل كويس، بقالنا اسبوع بنحضر له وعارفين المباراه تبقى صعبه جدا. الحمد لله يعني النهارده اللعيبه كانوا مركزين ونفذوا التعليمات بتاعت الجهاز الفني، والنهارده كان على قد المسؤوليه، والحمد لله لسه احنا عندنا شوط، ولسه الشوط الثاني ان شاء الله في مصر في وسط جمهورنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا هناك، وان شاء الله نسعد، لسه ما صعدناش يعني، ده اهم حاجه بالنسبه لنا ان احنا نركز نقفل الصفحه من اول بكره. النهارده نفرح من اول بكره ان شاء الله، نقفل الصفحه ونركز ان شاء الله على الماتش الجاي ان شاء الله. اكيد طبعا احنا بالنسبه لنا اهم ماتش هو الماتش الجاي، احنا على طول الفتره اللي فاتت احنا مركزين كده، احنا عندنا ماتش مركزين له بشكل كويس. ده بالنسبه لنا اي مباراه كبيره صغيره بنحضر لها بشكل كويس. طبعا احنا كنا حاضرينش فرقه ترجي ان هم فرقه قويه، انما وصلوا نصف النهائي طبعا بفرقه قويه، طبعا احنا حاضرين بشكل كويس، واللعيبه نفذت التعليمات ومبروك، وان شاء الله اللعيبه رساله ليهم ان شاء الله ان احنا نفرح النهارده، من اول بكره ان شاء الله نركز في الماتش الجاي، ان لسه ما صعدناش يعني نصعد ان شاء الله في وسط جمهورنا ان شاء الله. كان الشوط الاول انتهى، انت قلت اتكلمت الشوط الاول انتهى الفوز، لكن لسه عندنا شوط امام جماهيرنا ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا اكيد طبعا، النهارده معاك التوفيق ان شاء الله، يبقى معاك التوفيق ان شاء الله في مصر. اهم حاجه اللعيبه تركز، واهم حاجه مباراه ثانيه خالص ننسى المباراه دي تماما. كسبنا بس ان شاء الله دي مباراه جديده، لازم نفكر خلاص اللي احنا اكلناها لسه ما صعدناش، واكلناها يعني اكلنا الشوط الاولاني يعني، بس ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا في الماتش الجاي، ربنا يكرمنا. كابتن علاء الشناوي سمع كلام الكابتن عادل. هو مش سمع كلام عادل، هي دي دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي، دي الفلسفه بتاع لعيبه النادي الاهلي. أيوة. دي فلسفه لعيبه النادي الاهلي على مر الاجيال. أيوة. بمدربينه بلعيبته كل حاجه. هو انت دي الفلسفه اللي عندك، انا ما عملتش حاجه لسه ما صعدتش، ما صعدتش رسمي، انا انا مش يعني مش فرحان اني اصعد. أيوة. مش فرحان انا اتقل. لا انا فرحتي الكبيره في النهائي، مظبوط، لما اخد الكاس ان شاء الله. هو ده عشان ده كل واحد طموحه يا ايمن. أيوة. انا طموحي ابتدى البطوله، النادي الاهلي اول ما يبدا البطوله كده ان شاء الله الاهلي في النهائي، انا بلعب على الكاس، انا مش كله طموحي وفرحتي اللي هي كبيره اني ان شاء الله اوصل للنهائي، لا لا الحمد لله. الحمد لله، لكن مش ده طموح. بس انا عايز اقول لك حاجه، احيانا من جواك احساس داخلي وانت كسبان مثلا بره ملعبك 3 وعندك ماتش على ملعبك، احيانا بيحصل عمليه استسهال شويه. مش اولا مش معقول لعيبه، ايوه، ثانيا مش في النادي الاهلي كويس، حتى بمكسبك ده بمكسبك ده خارج ملعبك، الماتش اللي جاي عندك الجمعه الجايه كويس، محتاج تهيئه نفسيه من المدير الفني والمساعدين علشان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. يعني بص الشناوي قال ايه، وده لسه واحد في تونس ولسه مخلص المباراه فرحان. ايوه، قال لك ايه، احنا نفس المباراه دي لسه ما صعدناش بالظبط. هو ده كلام المنطق. النهارده عملت الحمد لله مباراه كسبان مكسب هايل على فريق كبير في افريقيا زي ما كان اسامه بيتكلم. طبعا كل احترام لفريق الترجي، ما اقدرش اقول غير كده، فريق فعلا كبير وهحترمه كمان. اللي هيخليك كويس هنا ان ايمن ان حاجه واحده بس، إيه؟ انك احترامك لفريق الترجي، عظمه وكبرياء النادي الاهلي وشموخه انه دايما بيحترم المنافس قوي قوي. صح. النهارده النادي الاهلي مهما كانت غيابات ومهما كان مفيش جماهير ومهما ان الترجي مش في حالته، لكن احترامه الكامل لاسم الترجي وتاريخه ولعبته هو اللي خلاه النهارده لاعب المباراه باتزان كويس قوي. كسب 3، لكن لحد اخر ثانيه النادي الاهلي عارف بيلعب مين. زي اللي هيحصل من كولر وسيد واللعيبه نفسها، ان شاء الله لما رجعوا هيرجعوا بكره ان شاء الله القاهره بالسلامه،
الفكر يعني وانت كسبان ثلاثة برضو تهديد هيئة نفسية واعداد نفسي للماتش اللي جاي. طبعا حتى لو كسبان اكتر من ثلاثة انا ما عملتش حاجة. قول الكلمة دي واسكت من غير ما ولا انت مش عايز تهيئة. انت وصلت نهائي لا يبقى لسه ما وصلناش. بس قول الكلمة دي واسكت. لان انت طموحك دايما انت بتبص على النهائي. صح. انا مش طموحي يا سلام لما اوصل قبل النهائي بقى انا وحظي وربنا يكرم. ربنا يكرم في كل الاوقات لكن هو ده مش طموح. ايوه. لما بيحصل حاجه النادي الاهلي يفوز باي بطوله ويطلع الاول جماهيرك كانها طلعت الاخير. مظبوط. وتبص كل اللي انت عمله ده يتمسح باستيكه ان هم متعودين الاهلي بيلعب على كلمه واحده بس كلمه البطل. عشان كده النادي الاهلي في افريقيا هو سيدهم. مزبوط. هو ده الفكر. وده المنطق وده اللي دايما جيل بيسلم لجيل 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 مش جيل بيقف وتروح مثلا النادي الاهلي راح وقع خمس ست سنين مش لاقى بطوله لا 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 خالص الموضوع مختلف تماما انت كل جيل عارف انا فين وايه اللي مطلوب مني ومين اللي ورايا ورايا الجماهير بتعشق حاجه اسمها النادي الاهلي الاول مش بتعشق اسم فريق او لاعب او لا 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 النادي الاهلي عندها الاول عشقها الاول والاخير هو النادي الاهلي ككيان وكاسم فهو ده الفكر يا ايمن يعني لو كولر عارف لو انا كولر مثلا وبتكلم عربي وانت احنا وصلنا لا يبقى لسه عندها 90 دقيقه لسه اخلصهم ايه بهيبتك باسمك باحترامك للمنافس صح. هتعمل مباراه ممتازه بوراك جماهير جايه لسبب واحد بس جايه تحتفل بيك بمكسبك النهارده بس هو اتاخر شويه فان شاء الله هيحتفل يوم الجمعه القادم ان شاء الله رب العالمين هو ده دايما المنطق وده الكلام اللي هيشتغل عليه كولر هيشتغل عليه سيد واللعيبه اللي بقولها لك من الوقت مش محتاج حد يفكرها بس انت دايما كل مباراه بتعد نفسي بدني وذهني كويس قوي وبتبدا من بكره يعني ده شغل كولر بقى والجهاز أيوه. بيبدا من بكره انا غالبا هبدا ب 90% بمين يعني مثلا حمدي فتحي مش هيبدا المباراه القادمه وانت مغمض يخوف ولا من ناخد انذار طبعا بالظبط وحمدي تبعد عن النهائي اه بالظبط يا اسامه وحمدي نوعا ما من اللعيبه المتحمسه ممكن أيوة انذار فانا مش عايز كده طب انا احط نفسي في الريسك ده ليه؟ حمدي استنى حمدي احتياطي وعندك السليه ما انا بقول لك اربعه مزبوط. اي ثلاثه انت ما عندكش مشكله ده لو لعب بثلاثه أيوة. ممكن يروح مفاجئنا كولر ويلعب 4 2 3 1 بص يا ايمن النتيجه واداء فريقك والحاله العامه لعيبتك بتديك ارتياحيه انك تعمل الطريقه مزبوط. اللي انت شايفها مناسبه للمباراه وما عندكش قلق منها لانك لعيبتك الحمد لله مبدا ايه اول حاجه كده تبص لها كلهم سلام بدنيا امتياز النهارده كله عايز يلعب واللي بيلعب بيأدي اقصى حاجه خصوصا هرجع اقولها لك تاني في الحته اللي هي بتخلص لك كل شكلك العام كله نص الملعب بتاعك عشان كده بقول لك حمدي فتحي بره مباراه قادمه وانت مغمض كده ويبدا يشوفه بقى عايز يبدا بحمد القادر يبدا بشحات يبدا بطاهر يبدا بشريف اللي هو عايزه ماتش النهارده يديله برده اريحيه شويه تماما نتيجة بيتمناها اي مدير فني أي. نتيجة النهارده مريحه كولر تماما فرحان بفوزه فرحان باداء لعيبته فرحان بالنتيجه العاليه عاملها فرحان فرحه بقى المدير الفني ما المدير الفني ما بيعمل مباراه زي كده مع نادي كبير زي النادي الاهلي هو بيبقى فرحان جدا طبعا بس بيبقى مستني فرحه تاكيد الفوز في ملعبه هو مستني فرحه الاخيره ايوه الفرحه بتاعه النهائي أي. لكن هي فرحه الله. المدير الفني اي مباراه بيكسبها ايمن يعني عادل اشتغل اكيد الموضوع ده وحاسه لو بيلعب على مثلا بيلعب فرقه درجه تانية وكسبها بيبقى مبسوط انه كسب طبعا تخيل النهارده كولر بيكسب فريق كبير زي الترجي في ملعبه وان شاء الله المباراه القادمه يوصل نهائي فهو طبعا هو فرحه مع حرص مع تفكير مع ان كل ما تقرب خطوه للكاس انت طموحك بيكبر هو مش يعني طموح اول مره ده طبيعي الحمد لله رب العالمين في النادي الاهلي لكن عايز البطوله دي هو بالنسبه له عايزها لانه سمع اللي قبل كده اخد واللي قبل كده فاز فالنادي الاهلي اي مدير فني بيجي في النادي الاهلي ده حتى لو مش معروف انت بتعرف عن طريق النادي ده طبعا هو ده المفتاح اللي بيدخلك للشهره للاسم الكبير بتاخد ختم كده انك كنت في النادي الاهلي وخدت بطوله كذا 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 صح. وتطلع بقى زي ما انت عايز تجي لك عروض اكتر عايز تكمل في النادي الاهلي وكل بيحب يكمل في النادي في حتت كتير جدا يعني لسه اخرهم موسيماني انت فاهمني صحيح. فالنادي الاهلي هو اللي بيعمل المديرين الفنيين وعمرها صحيح. بتحصل العكس ده هو النادي الاهلي هو بيعمل اللعيبه برده مش العكس هو النادي الاهلي دايما كده خيره على اللعيبه على كل الدنيا حتى المدرب اللي بيخش صحيح. بيعرف ايه قيمه النادي الاهلي ده لما يكسب بطوله او اتنين ويحب يمشي او عايز حاجه تانية بيحس هو انا كنت فين أيوه. انا كنت في قيمه نادي لا حاجه
في قمه قمه الاحترام. بيفتقد النادي الاهلي لما يمشي. طبعا طبعا، هات اي مدرب حتى من ايام من قبلنا مدير فني اجنبي وهات له بس سيره النادي الاهلي، هيتكلم على الايام الحلوه اللي قضاها في النادي والبطولات اللي اخدها، وممكن يقول لك اسامي اللعيبه كلها وانا كنت بدرب فلان وفلان وفلان وفلان، ويقول لك اتمنى ارجع تاني لو طبعا طبعا. والله يا ايمن دي حقيقه، كل اللعيبه كده يعني. جريدو اللي لسه ماشي من المغرب، ما هو كان هنا واخد بطوله، لو كلمته يقول لك اتمنى. حتى ما جه الاسماعيلي، اه الاسماعيلي نادي كبير، لكن الفروقات بين النادي الاهلي واي نادي في مصر، في مصر وافريقيا واي نادي تاني، لا الفروقات بعيده قوي يا ايمن. فدايما انا بقول اقتران اي حد بالنادي ده نعمه يحمد ربنا عليها ويقول الحمد لله ان انا في يوم من الايام كنت مدير فني ويوم من الايام كنت في النادي الاهلي، ان دي هتفضل الى ما لا نهايه. فمبروك لكولر اللي عمله النهارده، وبتمنى له يوصل النهائي ان شاء الله. ان شاء الله وبتمنى ان شاء الله يشيل الكاس زي كل مدير فني اللي قبله ان شاء الله. باذن الله ربنا ان شاء الله. نرجع مره ثانيه لملعب رادس ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. مبروك طبعا للنادي الاهلي، الحمد لله فوز كبير على منافس كبير جدا طبعا، نص نهائي افريقيا. اعتقد الحمد لله خطوه كبيره جدا حققناها. بشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت والمجهود دوت والتصميم اللي انت عاوز تحسم المباراه. اعتقد زي ما انت قلت 3 اهداف وكان ممكن نسجل اكتر، لكن الحمد لله نتيجه مرضيه كبيره جدا لينا بالنسبه لنا، وان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله تكون احسن لينا ان شاء الله. كان واضح ان الجهاز الفني جاهز بشكل جيد جدا لفريق الترجي النهارده، يعني سيطره استحواذ كامل في الماتش. الحمد لله الحمد لله، توفيق ربنا كان كبير جدا زي ما انت قلت. احنا بنحاول ناخد بالاسباب، الراجل بيشتغل كويس و شوف فرقه كويس، بيدرسها بشكل كويس، شوف الطريقه المناسبه اللي نقدر نلعب بيها، وحتى اختياره اللعيبه يعني. فالحمد لله كان النهارده يومنا وكان في توفيق كبير جدا يعني، نحمد ربنا الحمد لله عليه. لكن خطوه لسه 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 قدامنا خطوات كتيره ان شاء الله نحو لقب هيبقى غالي جدا لينا ولجمهورنا ان شاء الله. يمكن الشوط الاول انتهى هنا في تونس، لسه في شوط ثاني برضه مهم جدا مع القاره. طبعا لسه ما الحسم لسه ما بالورقه والقلم لسه يعني، لكن الحمد لله اعتقد ان احنا خدنا خطوه كبيره يعني. ان شاء الله المباراه الجايه تكون تاكيد للصعود ديت بنتيجه ان شاء الله برضو كبيره مع جمهورنا، نحتفل بالنهائي بقى ان شاء الله، وتبقى ان شاء الله خطوه لحد المباراه النهائيه باذن الله. اشكرهم طبعا على الجهد دوت بتاع دوت، كل اللعيبه حتى اللعيبه اللي ما شاركتش النهارده، اللعيبه اللي نزلت، اللعيبه اللي بدات، كلهم كانوا رجاله وكلهم كانوا في الموعد، وده عشمنا دايما في لعيبه. كابتن عادل، انت كنت متوقع ان الشناوي طبعا بيقول الكلام دوت، لان فلسفه لعيبه النادي الاهلي فلسفه مختلفه جدا. فلسفه الكوره في العالم كده يا كابتن، الكوره فيها مش مع اي حد، لا فيها كتير يعني. انت بتتكلم على برشلونه خسر 7 من الباير، والباير كسب خسر 7، وده يعني كره القدم فيها كده. خرجوا من بطوله اوروبا، برشلونه خرج باريس سان جيرمان باربع تجوان في 3 دقايق يعني، ما مش كوره. فانا اللي انا عايز اقوله لك بقى يعني، خلينا نتكلم بقى الكلام اللي عجبني النهارده. النهارده كولر كان بيكتب والنتيجه 3-0، ودي حاجه كويسه قوي في المدرب يعني، ما خلاش الموضوع خلاص ان هو جيم وانا كسبته وخلاص وهم يروحوا، لا كتب حاجات. وده وانت لما بتكتب حاجات وانت مدير فني وانت واقف على الخط، بيبقى معظمها اخطاء شايفها ولا ممكن تكون مميزات انت كمان بتكتبها؟ لا، هو الاخطاء معظمها اخطاء، كلها لازم تبقى كلها أخطاء. لان انت لو كتبت مميزات عاوز تكتب وتسيب الكاتشانه، لكن انت بتتكلم على الاخطاء اللي عايز تصلحها، الوقفه الدفاعيه هنا عمل ايه، هنا عمل ايه، محتاج انك تغير مين عشان تفتكر انك انت هتغير، ال 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 الوقفه الدفاعيه بتاعتك لعيب ما التزمش بيها بتكتبها علشان لازم تكلمه فيها عشان ما تنساش. نقاط، هو مش بيكتب كل حاجه، وبيكتب نقاط بسيطه الحته الدفاعيه، وهي ليها فلسفه كده وشغل في للمدرب على حسب وحسب يعني. الطليان مثلا على سبيل المثال، الطليان ما بيكتبوش الا النواحي الدفاعيه بس خالص، ما يكتبش النواحي الهجوميه. الطليان يقول لك انا خليني ادافع ويست. الدفاع هو الموهبه واحراز الاهداف مش موهبه، متخيل عكسه. لانه طول عمرهم بيعتمدوا على انه هو يدافع كويس. وفي الالمان مثلا يقول لك لا، انت ما ترجعش الكره لورا، لازم تبقى لقدام ان شاء الله تجيب يدخل في جون ولا 2، لكن اجيب 5-6. كولر النهارده خلينا نقول عرفناه يعني معرفه جديده،
اللي هي انت لسه قايل 9 ماتشات ما دخلش في الجول بالظبط، اللي هو كان الاول بيلعب عنده اندفاع هجومي لدرجه انت كسبان سان داونز 2-1 هنا فتح انطلق وفتح الملعب مش عاوز يقف علشان ما وقفش علشان دي كرة القدم كده، يروح يلعب مع ريال مدريد يهاجم مع ريال مدريد. هو بدأ يعرف الموضوع ايه الفرق اللي احنا كنا بنقوله دايما، الفرق ما بين الكرة في اوروبا والكرة في مصر مثلا وفي دول عربية كتير او شمال افريقيا بالذات، في فرق كبير قوي ما بين انك انت تلعب الكرة اللي هو الايه اللي بيتقال عليها الكرة الحديثة اللي انت بتلعبها ما فيش فروقات ما بين جوه وبره. أيوة. الكلام اللي بيتقال بالاخص انت لسه برضو يا مستر كوره ما بتلعبش في الهدف ده بهدف زي اوروبا زي ابطال اوروبا. أيوة. انت لسه الى الان الهدف بهدفين في أفضل. يعني علشان يوروك اهميه ملعبك اهميه الطريقه الدفاعيه بتاعتك بتاعت ملعبك انك ما تخشش في الجون، ولكن هو ابدع في الحاجات دي. الحاجه بقى اللي انا ببارك له عليها حقيقي، ولو فاكر يا كابتن ايمن احنا كنا بنتكلم اللي هو ايه بقى، احنا قلنا كان بيجهز اللعيبه اول الموسم وليس تدوير، صح؟ لانه هو استفاد من السنتين اللي فاتوا. انت في الوقت ده من السنه اللي فاتت واللي قبلها كنت بتشتكي من اجهاد كبير واصابات كتيره جدا. مظبوط. هو استفاد بايه؟ هو ارهق اول السنه ثم ريح. بمعنى ايه ارهق؟ ازاي ارهق؟ الحته بتاعت النتائج، يعني اللي هو ايه ما همهوش تذبذب في نتائج، ولكن هو همه انه كان بيغير 6 لعيبه و7 لعيبه، وصلك للنص الثاني من الموسم انت في حاله صعود، ودي يفهمها المدربين بمعنى فني وبدني. اللي هو ايه، انت دايما الموسم بيمشي ازاي، انت بتشتغل ضعيف وبعدين متوسط تعلى 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 عشان في الاخر لما تيجي تنزل على الاواخر يكون الموضوع انتهى. انت علشان مجهودك كان كبير بقاله سنتين، فكان بيحصل ايه للنادي الاهلي؟ النادي الاهلي لازم بيلعب على كل البطولات، فلازم يكسب على طول، فعشان يكسب على طول في البدايه كان النادي الاهلي يخش قوي فيطلع يطلع 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 لحد ما توصل لشهر واحد بعد ابطال بعد كاس العالم للانديه، وبتلعب دوري المجموعات وبتلعب مباريات صعبه جدا ومباريات كتير بتتاجل لك وعندك اصابات كتير ولاعيبه بتتصاب كتير، فايه اللي كان بيحصل؟ كنت بتنزل. هو بقى الحته دي لعبها بحرفنه حرفيه كويسه قوي، ان هو بدا يدي اللعيبه متوازين علشان لما يوصلوا في شهر 2 في شهر 3 شهر 4 ما يكونش الاجهاد وصل 120%، يكون الاجهاد وصل 80-70%. هيمشي كده كويس ان شاء الله، يكمل كده بطوله افريقيا، وبعدين هتبص تلاقي عندك 10 ماتشات في الدوري ان شاء الله تحسم الدوري بدري، هتنزل بالمستوى الثاني عشان السنه القادمه. ما هي دي مشكله النادي الاهلي، التلاحق والمنتخبات. فعلشان كده انا بحييه انه اشتغل بدنين، ومش هو بقى مستر كولر مخطط احماله والناس اللي شغاله المساعدين معاه اللي هم البدني. لان انا شايف النهارده النادي الاهلي النهارده ما شاء الله بيلعب الترجي، في الترجي النادي الاهلي الفت ما شاء الله، يعني الدقيقه 90 ما شاء الله، النادي الاهلي يعني الفت ممكن يلعب بيلعب الرجاء بيلعب. وخلي بالك دي انت فت وما بتغيرش كتير، النهارده اتغير واحد من المباراه البيراميدز واحد او اتنين واحد بس بتهيألي، احنا غيرنا واحد، احنا غيرنا ياسر مكان من مكان ياسر مكان متولي والماتش اللي فات كان قندوسي بدا، النهارده ما بداش لانه لعب بثلاثه في نص، ولكن انت بتتكلم اثنين ممكن، ولكن انت بتتكلم يا كابتن ايمن في انك انت فت وبتشتغل. انت ليه ما بتدخلش فيك اجوان؟ عشان انت فت، عشان انت بتدافع كويس، عشان انت عندك قوه. فهو ده اللي انا بقوله في الوقت الحالي مستر كولر. ده عشان حاجه ثانيه برضو كنا بننادي بيها الاستوديو اللي فات، وقلنا مباراة حرس الحدود لازم تتأجل علشان على فكرة علشان عندك مباراة مهمة. أيوة. النهاردة الأهلي بدنيا وأقوى من الترجي عشان ريح، وخلي بالك أنت كانت المباراة السبت مكان أيوة الجمعة مزبوط. كانت هتحط لك المباراة، بس النهاردة عشان مباراة الجمعة فخلاص. بس عايز أقول لك حاجة، أنا يعني انتقدت لجنة المسابقات برئاسة الكابتن عامل حسين الأسبوع اللي فات، بس النهاردة وجهت له الشكر، ولا لازم نشكرهم طبعا، لا هم بيساعدوك يعني لازم نديله حقه برضه،
بالظبط. الناس دي ناس بيعملوا حاجه كويسه وساعدونا واجلنا. خلي بالك كابتن عادل، انا عايز اقول لك حاجه، وعملوها لمصر. لا انا برضو عايز اقول لك حاجه، هو النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لمصر في البطولتين لحد دلوقتي. يعني احنا بدانا باربع انديه، متبقي النادي الاهلي هو ممثل مصر دلوقتي. انت صدقني اقول لك حاجه يا كابتن، صدقني لو كان الزمالك مكان الاهلي في الوقت ده انا كنت قلت ياجلوا المباراه. تخيل ليه؟ لان يا كابتن كره القدم كده، انت بتلعب كل الدوريات علشان المنتخب القومي وعلشان البطولات القاريه يا كابتن ايمن. صحيح. فانا بقول لك دلوقتي الناس خليني ارجع بس لحته كولر عشان عجبني، اللي هي بتاعت انه جهز فرقه النادي الاهلي في الوقت الحالي، وصل انك انت تلعب في الوقت ده. كنت انت كنت بتشتكي من ايه؟ مجهد. مظبوط. كنت بتشتكي من ايه في الوقت ده؟ السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها. ضاع مننا بغض النظر على اللي حصل في الـ في الـ في الـ في الفار والحاجات دي. بس انا بقول لك انت ضاع منك بطوله الدوري ولا الكاس من دي، من حته الاجهاد اللي انت طول الوقت مجهد، لان خلاص واللعيبه احنا لدرجه ان احنا ريحنا لعيبتنا في الاخر. صح. فمبروك للنادي الاهلي، اداء مميز، مبروك لكولر. صحيح. كابتن بلال يمكن سالتك حاجه برضو زي ما كابتن علاء قال لك ممكن تدرب، سالتك على الضغوط الشوط الثاني على الترجي ازاي. تدرب ممكن ادرب؟ ممكن تدرب. لان لما سالتك على الضغوط بلال يبقى مدرب كويس. ابقى مدرب يعني. ازاي استغلها مستر كولر صالح الاهلي؟ لو انا دربت الناس تقعد في البيت. لا لا كفايه، خليك. لا ده ربنا كريم. بس انت حطيت سيناريو الشوط الثاني. لا لا وقد كان فعلا نفس السيناريو اللي اشتغل بيه مستر كولر. انا مقتنع بيك. انت عارف فني ولا ايه؟ لا هو عارف انا مقتنع. حبيبي كابتن عادل انا بحب الكوش بس. كلنا حبايب على فكره في النادي الاهلي، على مدار جميع الاجيال كلنا حبايب، وكلنا لحد دلوقتي احترام يا كابتن. جدا جدا. لا احترام وحب. اهم حاجه الاحترام. حب واحترام يعني كتير، يعني النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يبارك فيك كابتن ايمن. الله يخليك كابتن بلال. ربنا يكرمك. طب خلاص كويس قوي كده. ايه السؤال؟ ولكن انت سيناريو الشوط الثاني انت فعلا قلته بحذافيره. الحمد لله رب العالمين. انت ما هي كره القدم، بص يا كابتن، انت بتبقى يعني انت بتحط نفسك مكان المدير الفني، تمام؟ وبتشوف انت الامور ممكن تسرب باني شكل. تمام. النهارده انا راجل كسبان 1-0، ايه اللي ممكن اعمله الشوط الثاني؟ تمام. بس انت خلي بالك قلته من وجهه نظر واحده، اللي هي مستر كولر هيعمل ايه؟ ولا انت توقعت كمان ان نبيل معلول هيعمل ايه؟ لا طبيعي جدا. خد بالك، ما بص انت برضو ما بتلعبش فرقه صغيره، انت بتلعب فرقه كبيره عندها كبرياء شويه. تمام. الفرقه اللي عندها كبرياء خلاص هي بقدر الامكان عايز يحافظ على كبريائه، يعني عايز يدخل الجيم يعني دايما متسرع. عايز يخش الجيم مندفع. بالظبط. يعني انا من النهارده لو انا من مثلا مكان معلول هفكر، لا هفكر بواقعيه. الواقعيه بتقول ايه؟ ان انا اقفل كويس قوي قوي قوي. تمام. اقفل الجيم بشكل كويس، واحاول اشتغل بقى على هجمه مرتده، احاول اشتغل على كره ثابته، احاول اشتغل على واحد عنده مهاره. تمام. احاول استغل مثلا ارضيه الملعب واشتغل على حته ان انا ممكن دفاع الاهلي يغلط في واحده فاخرج بالجيم بنقطه التعادل. لكن انت برضو بتتكلم في فرقه كبيره. أيوة. عندها كبرياء، مغلوب على ملعبه 1-0، فبالتالي وعايز يبقى له رده فعل. رده فعل قدام جمهوره، قدام لعيبته، قدام الناس اللي بتتفرج عليه، وقدام كل الناس. يعني برضو فرقه. أيوة. كبيره، وضع طبيعي. طب. فرد الفعل ما كان يعني يعني كان ليه اثر عكسي جدا. تماما صح. طبعا اثاره عكسيه تماما، لان طب. انت بتلاعب الاهلي في افو احلاته. مزبوط. فرقه فايقه من اول دقيقه، الاهلي بيضغط من اول دقيقه، الاهلي بيحاول ان هو يستحوذ من اول دقيقه، بيحاول ان هو يسيطر على مجريات المباراه. هو اسرع، الاهلي اسرع بكتير جدا في الكوره، ارتداد اسرع سواء اذا كان في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه. القوه والشراسه عند الاهلي اكبر بكتير جدا، الرغبه كمان تمام موجوده عند الاهلي اكبر بكتير. فالنهارده هو ما قدرش، ممكن يكون قرا الماتش زي يعني قرا ماتش كويس، لكن كبرياءه ما جابوش ان هو يشتغل جيم دفاعي، يلعب زون ديفنس، يشتغل على هجمه مرتده او كره ثابته. ساعات كبرياءك ما يجيبكش فتلاقي النتيجه عكسيه، او النتيجه كبرت عليك. بس خلي بالك هو على شفا حفره، يعني هو كان على ايه زي ما بتقول على المحك، يعني هو ممكن النتيجه دي تشيله بره ال هو تعامل وحش في المباراه عامه. طبعا في كل بص يا كابتن، في كل مجريات في كل مجريات المباراه. انا وجهه نظر يعني استحداث المباراه كلها من البدايه للنهايه، الماتش كان متقسم. خد بالك، اتفضل يا كابتن.
تعامل كابتن نبيل معلول مع المباراه خصمه فيها والمنافسه فيها النادي الاهلي النهارده تعامل وحش جدا من بدايه المباراه لنهايتها. حتى السيناريو عليه بلال الشوط الثاني هو تعامل معامله مش دي طريقه تعامل مع النادي الاهلي حتى لو انت في اسوء حالاتك. لو انت في اسوء حالاتك دايما خد اقل خساره. هو النهارده على راي بلال خسر كل حاجه. ممكن يخسر النهارده يعني ممكن النهارده او الجمعه الجايه يخسر مكانه نفسه اكيد. طبعا يعني صحيح. طبعا. فحتى كمان بص يا كابتن السيناريوهات اختلفت في الماتش. يعني ايه السيناريوهات اختلفت في الماتش؟ يعني انت النهارده اتغلبت كنت مغلوب 1-0 يا كابتن علاء. بالظبط. خلاص لازم يبقى انا السيناريو بتاعي احاول ان انا اضغط بشكل منظم كمان، ما اضغطش بشكل عشوائي، ما افتحش الجيم. انا حاسس انت حاسس ان فرقه الاهلي ان ممكن كل كره تروح على الجول جول كل كره تروح على الجول جول. طبعا بتاع حياته طبعا لعبوا كهربا 5-2. لا والفرصه اللي بعديها واضح ايه فرصه شريف. لا واضح كمان ان انت ما عندكش حلول خالص اطلاقا، يعني حلول هجوميه معدومه بالنسبه للترجي. ولما كمان ابتدي اطلع الاثنين الباكين طرفين المفترض يبقى انا عندي الاثنين السنتر باكين سرعه جدا، يعني يقدروا ان هم يعني عارف يجيبوا الحته دي. عارف انت ايه مثلا ممكن اقول ايه؟ اطلع علي معلول عبد المنعم سريع شويه، فممكن اي كره طويله يعمل هو التغطيه بسرعته. لكن الاثنين بطاء جدا في الكوره، فاهم قصدي؟ الاثنين نفسهم الحركه والسرعه بتاعتهم بطيئه جدا، طوال حركتهم بطيئه مش سراع، فمش قادرين يعملوا التغطيات. كل كوره بتروح لا انت الاسرع، بيرسي تاو الاقرب بياخد كل كوره، حسين الشحات الاقرب والاسرع بياخد كل كوره. على العكس تماما زي اللي انت بتقوله، احنا شفنا والنادي الاهلي كسبان 2 وكسبان 3 الدور الدفاعي لبيرسي تاو وحسين الشحات لمعاونه هاني وعلي معلول. حته التحول اللي كنت بكلمك فيه ان انت النهارده كمان في التحولات لا انت افضل بكتير جدا، لياقه بدنيه انت اعلى بكتير جدا. تمام. فالنهارده هو قرايته للجيم وتعامله مع الماتش نفسه كان تعامله سيء جدا جدا يا كابتن ايمن. انا يعني كرة القدم ما بتحبش الغرور، ما بتحبش الكبرياء، ما بتحبش التعالي. ممكن النهارده ما يكونش يوم اسامه النهارده، فعايز كل كوره يمسك ويرقص. مش خلاص مش يومك. مش يومك النهارده خلاص، يبقى لازم تعمل باص استلم وباصي اشوط من بعيد، ما حاولش اروح حد خلاص مش يوم مش ماشيه الكوره معايا. فهي في اوقات بتبقى النهارده مش بتاعتي، الجيم مش بتاعي، او الفرقه اللي قدامي افضل مني، او المدافع اللي قدامي افضل، فعشان يبقى اسامه اسرع مني وانا كل كوره بسكه عايز ازقها، عايز ازقها 2 متر واخدها منه، فكله هو اسرع مني خلاص. يعني انت المنافس اللي قدامك هو متميز عنك، فما ينفعش ان انت تجري في الحته دي لا في سرعه ولا في لياقه بدنيه. هو عايز يجري الاهلي في السرعه صحيح. وعايز يجري الاهلي في اللياقه البدنيه، الاثنين انت افضل منه، انت مزبوط. افضل منه بكتير جدا 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 جدا. احنا لما ماتش سان داونز اللي اتغلبناه هناك احنا قلنا ايه؟ هم اخف مننا في الكوره تمام واسرع مننا، ده وده دي امكانيات اللعيبه. الطبيعي انك تعمل ايه؟ انك تلعب جيم مقفول، فاهم قصدي؟ هي دي ذكاء المدربين يا كابتن. انا امتى اتعامل مع الماتش؟ 1-0 غير 0-0 غير 2-0 غير 3-0 كمان. خد بالك 2-0 ممكن يكون عنده بعض الامال في العوده هنا في مصر، بعض يعني هي مع الاهلي مستحيله، ولكن برضه عارف منطقي يعني السكور ممكن يبقى منطقيا مقبول، معقول شويه، يبقى عامل السيريات ممكن اجيب جول الشوط الثاني اجيب جول ثاني يبقى انا كده 2-2 اروح لشوط اضافي اروح ركلات ترجيح. لكن النهارده لا، تعامله مع المباراه سيء جدا، وتعامل كولر مع المباراه رائع جدا جدا جدا. حتى كمان تغييراته الهجوميه تدل على مدير فني خلاص يعني بالظبط. كابتن اتكلموا على قرايته لافريقيا، اتمنى ان شاء الله باذن الله نستمر في القرايه الجيده في افريقيا باذن الله، لان احنا عايزين ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. تعالى بقى نروح نشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه. Den Pause haben wir das dann angesprochen und ja, zweite Halbzeit war dann wieder sehr gut, Ball laufen gelassen und gut kombiniert. في البداية طبعا سعيد بالنتيجة احنا بدأ وسعيد بالأداء. احنا بدأنا الماتش كويس جدا، قعدنا أول ربع ساعة لعبنا أداء قوي جدا وجبنا جون وتقدمنا. بعد كده بدأنا إن احنا فجأة إن احنا نستسلم لأداء الترجي، بدأنا إن احنا نسيب لهم الكورة يعملوا فيها اللي هم عايزينه. بقى أدائنا بقى رد فعل أدائهم هم. بعد كده دخلنا بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ان التسرع وان احنا ازاي نهدى وازاي ان احنا نحرك اللعيبه بشكل معين واعمل تغير بعض التغييرات داخل الملعب بحيث ان احنا نسيطر على المباراه تماما. اللعيبه نفذت كل اللي انا عايزه بين الشوطين، نزلوا الشوط الثاني اتحكموا في الماتش تماما، ضيعنا اهداف كتير وعملنا ماتش كبير قوي الشوط الثاني. كان واضح جدا الجهاز الفني على مزاج Das gespielt, was wir eigentlich wollten. Da waren wir auch mutig, da haben wir
ja, das auf den Platz gebracht, was wir spielen können. Und das ist wichtig. Und das war aber sicher in der ersten Halbzeit dann nach dem 1-0 nicht mehr immer der Fall. اقدر اقول كده، ولكن طبعا الشوط الثاني اكتر من الشوط الاولاني، بزال باكد على ده لغايه ما لعبنا كورتنا. احنا الكوره اول ربع ساعه وانا الشوط الثاني كامل بنلعب الكوره بتاعتنا، كوره على الارض، الكوره بننقل الكوره كويس، بنتحرك في المساحات كويس، عندنا جرأه اكتر في الشوط الثاني ان احنا نتحرك لقدام، نضيع فرص نوصل، فلعبنا الكوره بتاعتنا فسيطرنا سيطره شبه كامله في الشوط الثاني. ده حقيقي. يمكن الناس كلها بتنتظر دايما اول ماتش بعد ما الفريق يحقق بطوله، لان ده بيبقى محتاج جهد من ضعف جدا من اللعيبه، جهد من ضعف جدا من الجهاز الفني بعد تحقيق اي لقب. Die Fans dann und alle erwarten immer dann das Spiel nach einem Pokal oder nach einem Titel. Das ist immer das schwierigste Spiel. Wie kann die Mannschaft dann nach einem Sieg dann wieder zu einem anderen Motivation, andere Ziele haben? Wie haben sie es geschafft? Ja, also wir haben einen Titel geholt und ich denke, das ist natürlich auch jetzt die Arbeit mit den Spielern, die jetzt auch schon 8 Monate stattfindet und wissen auch ein bisschen, wie wir das handhaben und ich glaube, ja, sie haben ja auch noch ein bisschen gefeiert, das war gut, aber sie waren jetzt wieder konzentriert und die letzten 2 Tage auch im Training, das ist sehr wichtig und dass man diese Leistung, die man jeden Tag zeigt, der versucht dann natürlich im Spiel ist das Wichtigste auf den Platz zu bringen und das ist heute mit dem Sieg sicher sehr gut gelungen. اكيد انبسطنا ان احنا حققنا لقب، قدرنا ان احنا نخرج منه بسرعه. اللعيبه احتفلت وقعدت احتفلت يومين وده كان كويس، وده مهم ان اللعيبه تعرف تنبسط وتبقى سعيده بالفوز ده، بس مهم ان انت تعرف تقفل تاني. اللعيبه معايا بقى لها 8 شهور خلاص، قدروا بقى يحفظوا طريقتي، قدرنا ان احنا نعرف بعض، انا عايز منهم ايه، هم عايزين مني ايه، فبنقدر ان احنا على طول نتغلب على الامور دي، ان احنا بعد ما نحسم لقب ناخد يومين احتفال وبعدين على طول نبدا نفكر في الدوافع الجديده والاسباب الاهداف الجديده لينا. واللعيبه قدرت انها كانت مركزه جدا الفتره الاخرانيه بعد اول يومين فرحه، وبعدين قدرنا ان احنا نركز كويس قوي في التمرين وده اهم حاجه، ان اللعيبه في التمرين اللي بتعمله في التمرين كل يوم ان انت تطبقه في الملعب، هو ده دور التمرين، ان انت كل يوم تبين اداء ان انت ينعكس على ادائك في الماتش بعد كده. Erste Halbzeit ist jetzt in Tunesien dann erledigt. Wir haben die zweite Halbzeit dann in Kairo noch. Ist die Sache schon erledigt? Nein, sicher nicht. Und also es wäre falsch, wenn wir so denken. Und weil man hat immer wieder gesehen in Spielen, wenn man nicht diese Konzentration hat und nicht mit dieser Konzentration ins Spiel geht, kriegst du am Anfang gleich ein Tor und dann denkst du, ja, jetzt sind eh noch 2 und dann plötzlich wird es ganz anders. Und das ist nicht das, wie ich denke, wie ich der Mannschaft vermitteln werde, sondern okay, sich natürlich zu freuen jetzt, aber dann beim Rückspiel geht es wieder mit 0-0 los und wir wollen klar, natürlich auch da versuchen, das Spiel zu gewinnen. بالتأكيد الأمور لم تحسن بعد، كرة فيها كل حاجة، وإحنا شفنا ده بيحصل في أندية كتير، ممكن ناس ترجع وريمونتادا والكلام ده ممكن يحصل، إحنا شفنا ممكن ماتش يمشي معاك يدخل فيه الجون في الأول فتقول خلاص لا هما لسه سالهم جونين، وبعدين فجأة يروحوا جايبين جون فيك تاني في الشوط الأول، الدنيا تتكهرب وفجأة تلاقي الماتش اتقلب والدنيا بقت صعبة. مش عايزين نخرج بالشكل ده، دي مش عقليتي ومش الطريقة اللي بفكر فيها ومش الطريقة اللي أنا هكلم اللعيبة فيها. أنا داخل الماتش الجاي على إنه 0-0 واحنا عايزين نكسب، وان الماتش اللي فات اللي هو الماتش النهارده هننساه تماما، لو دخلنا بالعقليه اللي فيها استهتار وفيها ان الامور حسمت هنتعب جدا في الماتش ده، وانا مش عايز كده. Was sagen Sie zu den Spielern und zu den Fans von Al-Ahli? Also, waren noch keine da, oder wie meint ihr das? Ja, die Fans dann meine, die in Kairo sind. Ah, ja, also gut, die werden sich sicher freuen und ich möchte alle begrüßen und hoffe natürlich, dass sie beim Rückspiel mit dabei sind und das Stadion füllen und eine super Stimmung machen und ja, weil das gefällt mir sehr. بتمنى بهني جمهور النادي الاهلي وبحييهم، بتمنى ان هم ان شاء الله يكونوا موجودين بكثافه ويقفلوا الاستاد في الماتش الجاي باذن الله، بحيث ان هم يعملوا لنا اجواء خياليه، الاجواء اللي انا بحبها اللي انا متعود عليها من النادي الاهلي، وان هم يساعدونا ان احنا نكسب الماتش الجاي ان شاء الله باجواء جميله اللي انا متعودت عليها دلوقتي من جمهور النادي الاهلي. اخيرا الناس الكره بيحقق اهدافه اللي هو مخطط فيها مع النادي الاهلي، حاسس ان هو حقق. Glauben Sie, dass Sie dann Ihre Ziele mit Al-Ahli schon jetzt näher kommen oder erreicht haben, Ihre Ziele mit dem Club?
Nein, wir sind ja noch nicht alle Spiele gespielt. Ja? Und wir schauen von Spiel zu Spiel und das ist das Wichtigste und dass die Spiele das auch annehmen, weil es bringt nichts, wenn wir schon an die Meisterschaft denken, wenn wir jetzt noch bei der Champions League sind. Wir sind noch nicht im Finale, also bringt es nichts, schon da nach vorne zu schauen. Das ist nächste Woche, Freitag, okay, ist das Rückspiel und da müssen wir wieder alles abrufen und schauen, dass wir in dieses Finale kommen. لا خالص لسه بدري طالما لسه في ماتشات في البطولات اللي احنا فيها يبقى لسه ما حققتش اي حاجه ولازم اللعيبه تفهم ده احنا عندنا ماتش لسه الاسبوع اللي جاي ماتش عوده ماتش لازم نكسبه ونقدم فيه كل حاجه ونطلع فيه كل طاقتنا عشان نكسبه ما ينفعش ان انا ابقى افكر في الدوري وانا لسه في دوري الابطال ما ينفعش ان انا افكر في بطوله ودماغي في بطوله ثانيه دايما الكلمه اللي انا بحاول اوصلها للعيبه واعلمها للعيبه الماتش الجاي هو اهم ماتش فلازم نفكر في الماتش الجاي لازم ندي فيه كل حاجه ودايما ماتش بماتش لغايه ما نحقق اهدافنا ان شاء الله. كابتن اسامه يمكن نفس الكلام اللي انتم بتقولوه قالوا مستر كولر بالنص وقال احنا لسه ما عملناش حاجه. احنا في كل البطولات لسه ما عملناش حاجه. البطولات اللي احنا خدناها خلاص انتهت ولكن احنا ما زلنا لم نتاهل للنهائي. ماتشات الدوري نفس الحكايه في بطوله الدوري لم تحسم بعد يعني هو برضه الراجل تكلم بواقعيه عكس نبيل معلول اللي تعامل باللاواقعيه النهارده في مقابله النادي الاهلي هو عارف ظروف النادي الاهلي الحاليه وظروف فرقته الحاليه ودي واقعيه النادي الاهلي وتميز النادي الاهلي انك انت دايما بتحترم المنافس تحترم المباراه اللي انت بتلعبها ايا كان مين المنافس ايا كان مين الخصم ايا كان مستواه ايه الفتره دي احترام النادي الاهلي النهارده للترجي تركيزه دراسه كولر للفريق صح. التفاصيل الصغيره عشان كده النادي الاهلي تفوق على مدار ال 90 دقيقه ده الجول الاول يا كابتن بقى نفس الكلام قاله محمد الشناوي قاله كولر بالظبط النادي الاهلي ممكن يعني يفرح بفوز بمباراه لكن الفرحه الاكبر وانت صحيح. بتشيل الكاس خلينا بقى نوصف الهدف الاول اهو الهدف الاول اول حاجه بيرسي تاو فتح على الخط ده التمركز تمام. الدفاعي كان مفروض رقم 3 اللي هنا دوت يرجع مع بيرسي تاو تمركز الدفاع هنا خاطئ من لاعبي الترجي كله بيبص على الكوره كله هناك ناحيه الكوره ازاي تجمع الكوره في ناحيه وتحطها في الناحيه الثانيه علي معلول استلم حطها لكهربا كهربا والمدافع في ظهره استلم ولف ايوه بدا وشه يكون للملعب حمدي نكمل. فتحي نكمل نكمل ماشي. حمدي فتحي النهارده النقطه كنا بنقولها اللي ميزته ان دايما لاعب خط الوسط يكمل في الحته اللي ما بين المساكين ايوه اخترق في الحته دي والكره جات له بيفوت لبيرسي تاو فتح الخط في مكان صح راح سدد طبعا التسديده يسأل برضه عنها حارس المرمى لكن تحركات وانتشار لاعبي النادي الاهلي تحركات سليمه مليون بس في المية بس خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه في اللقطه دي الزياده العدديه للاعبي الترجي ولكنهم كانهم مش موجودين ما انت النهارده بص كم واحد في الترجي في اللقطه 1 6 7 8 9 9 يعني في حارس مرمى ورا ومفيش حد ماسك انت بالزبط. النهارده هي مش بالعدد ممكن يبقى في ثلاثه بس للثلاثه قريبين فيفسد الهجمه بتاعت النادي الاهلي بالزبط. لكن الانتشار الهجومي لعيب النادي الاهلي انتشار جيد علي معلول بيستلم للكهرباء اللي نجح الهجمه كهرباء استلامه بص انت بتستلم في وسط اثنين وسط ثلاثه يا ريت ده في واحد ثالث كمان اهو بص الاستلام المهاجم في مساحات ضيقه ده مهم جدا طبعا. ولما استلم حمدي فتحي تواجده في المكان ده سهل الباصه اللي راحت لبيرسي تاو اللي فوتها وراح بيرسي تاو تحرك سليم يعني يشترك في الهدف علي معلول يشترك في محمود كهربا يشترك في حمدي فتحي يشترك في بيرسي تاو فبنقول النهارده ده مش هدف فردي ده هدف من تحرك جماعي ولعبه يعني متفق عليها ان انا اجمع الكره في ناحيه وابدا اتحرك عشان احطها في المساحه الناحيه الثانيه الفاضيه اللي يعني اللي كله باصص على الكوره وكان في بدايه الاستوديو قلنا لاعبي الترجي ومدافعي الترجي دايما بصوا على الكوره استنى لو في لقطه قبل اللقطه دي بس عشان احنا عايزين نشوف ان حمدي فتحي كان ليه دور في ان الكوره توصل لبيرسي تاو بسهوله جدا لان حمدي فوت الكوره حمدي فتحي ارجع لمباراه الرجاء اللي فاتت تواجده برده كان في قلب الحته دي لما بيرسي تاو عملها له جاب هدف هي دي اللي بتميز حمدي فتحي ايوه بالظبط في مباراه الزمالك لما سجل أيوه. انك انت لاعب وسط ملعب بتيجي بتخترق من تحت ما بين الحته اللي فيها الاثنين المساكين ممكن تتلعب لك طب لو ما اتلعبتش ممكن تروح لواحد أيوه. من على الاطار هو كمان كان ليه دور لان هو فوت الكوره اللي وصلت لبيرسي تاو اللي يحسب له ان هو ما دخلش في الزحمه كان فاتح يعني على الخط بالظبط كان فاتح على الخط لوحده خالص الحاجه الثانيه استلام بيرسي تاو للكوره برده انت استلمت
وجبتها على رجلك الشمال، كان ممكن تجيبها على رجلك اليمين وانت ما بتلعبش، لكن استلامه لرجله الشمال سهلت برضو التسديده. وطبعا برضو في الاخر عشان يعني يسال عنها حارس مرمى الترجي، أيوة. يعني النهارده الحارس الثاني الدبشي غير في المطر ده شط على الارض في الميه مع تافه فيها في صعوبه، يعني فيها ذكاء منه. دي صعبه؟ لا بقول المطر صعبه، لكن انت لما بتتكلم على الهدف، هدف جماعي، هدف ملعوب، الحارس مسؤول، هدف حلو فيه تحركات لعيبه. مظبوط. النهارده لما بيبقى فيها اهداف جماعيه فيها تحركات لعيبه، ده 100% اكيد بيبقى شغل مدرب، انك انت بتتفق مع لعيبتك وبتمرنهم ان انا اجمع في مكان علشان ابدا احط في المساحه الفاضيه اللي هي احد عيوب فريق الترجي. طيب ده كابتن علاء الهدف الثاني، البدايه من نص ملعب النادي الاهلي، نكمل. اتفضل يا كابتن. بص يا ايمن، الخطا اللي عامله الترجي من بدايه المباراه، وجود المساحات الكبيره قوي دي لعيبه النادي الاهلي، كان من بدايه المباراه حتى قبل الهدف الاول، المساحات موجوده، في البطء موجود عند الاثنين المساكين، وكانت في لقطات جبناها قبل الاستوديو خالص واحنا بنتكلم عن فريق الترجي، في لقطات دفاعيه بتيجي نفس الكلام اللي اتكلم عليه اسامه دلوقتي، هي دي اللقطات اللي قبل المباراه جت نقاط الضعف بتاعه الترجي، هي دي اللي اتلعب عليها. هو ده الملخص اللي قبل المباراه، ان اخطاء فريق الترجي هي اخطاء وجود مساحات، اخطاء زحمه دفاعيه بلا اي داعي. بص انت وصلت لحد فين، يعني ده بيرستاو. ايوه بيرستاو بياخدوا الكره بيمشي والناس كلها بترجع لورا، يعني فاهم، واحده شوط لقى زحمه راح زق الثانيه، مفيش ضغط. طب انت الناس بتعمل ايه؟ 3-2 لازم تعمل ضغط كويس. بيرستاو بص 4 على بيرستاو، يعني هم برده نفس العدد اللي فات، هم تاني نفس الاشخاص اللي كان عليهم اسامه، نفس العدد ونفس الزحمه بس بلا اي فايده وبلا اي رقابه تماما. لحد بيرستاو لما لقى اللحظه المناسبه ان الحارس ايوه بقى واقف على رجليه الاثنين، صعب انه يتحرك، حطها مش شوطه اكتر ما هي تشيب كده، توجيه خفيف قوي، وداها في اخر الزاويه الشمال، هدف حلو جداً. وخد وقته، واي مهاجم في الدنيا بيتمنى مساحه ووقت. لو في صوره، عشان احنا بنتكلم على المساحه والوقت، لو في صوره من بدايه استلام بيرستاو للكوره، يعني عايزين نشوف بس بيرستاو استلم الكوره فين الاول. ماشي. بص. ايوه نكمل. كرة طويله من ورا، صح. كرة طويله من ورا طبعا السرعه. ايوه بص اهو في فرق سرعه. بص يا ايمن، هنا اتنين رايحين على بيرستاو، راح واحد المفروض يخش يضغط. مظبوط. الكرة وهي هنا اسهل قوي لما تسيبه يستلم وانت عارف يلعب برجله الشمال، فتح بيرستاو راح داخل على الشمال وعمل اللعبه بتاعته اللي هي زي هدف الاول بالظبط، بيخش الشمال ويشوط، عمل واحده كمل بقى برضه. نكمل. لا بص هنا زحمه، كمل برضه ومفيش ضغط. أيوة. يعني هنا انت مستني ايه؟ بص هنا كمان الثانيه مفيش ضغط. أيوة. الثالثه بقى خالص لما خلاص بقت زحمه هو كل ايوه خلينا في اللقطه دي. هو كان بيرستاو كان سهل جدا لما لقى ان في اثنين قصاده كان ممكن يلعبها للي جاي من ورا بالظبط، ولو حسين ولو ان هو كمل برضه. هو كمل ليه يا ايمن؟ هو عنده وقت، عنده وقت. كويس ومفيش ضغط عليه، وهو عايز يشوطها انت فاهمني. هو دايما هداف عنده سنه طمع شويه. كويس. هو طمع فيها بس طمع على فكره مقبول في الحته دي. صح. بص هنا بقى قرر خلاص. اربعه واقفين بيتفرجوا، القرار النهائي خلاص، وحارس المرمى اتثبت تماما، عملها بمنتهى الهدوء، ما فيهاش قوه جامده لكن هي فيها توجيه. وطبعا هدف حلو قوي بيرسي ده، من الاهداف بتاعته الحلوه ان هو استخدم عقله قوي وخد وقته. وطبعا اللي بيدافعوا عليه مدينه كل وقت واريحيه تماما. نفس الاخطاء اللي اتكلمنا عليها ونفس مشاكل فريق الترجي اللي اتكلمنا عليها قبل الاستوديو، وده الحاجه الحلوه الحمد لله، هي اللي اتكررت في الثلاث اهداف. أيوة. يعني الهدف الثالث لما يجي يتكلم عليه عادل هيلاقي اخطاء دفاعيه حدث ولا حرج عليها. المساحات الارتداد الدفاعي سيء جدا، المساحات موجوده، والنادي الاهلي يحسب ليه ان هو النهارده يعني قدر يستفيد من كل خطا معمول من لعيبه الترجي. ودي ذكاء لعيبه وحافظين الشكل كويس قوي، وحافظين امتى ما يكون انت عندك مساحات دي استغلها كويس قوي. فده ذكاء واحد. صح. مدير فني ساب لي مساحات، المدير الفني الثاني عارف ازاي يستغل المساحات. قبل الجول الثالث، انا عايز الجول الثاني مره ثانيه، معلش انا عايز الجول الثاني مره ثانيه، لاني حصل للكابتن بلال قبل ما نروح للكابتن عادل على الجول الثالث. كابتن بلال لا نكمل. ايوه نكمل الكوره بتاعت بيرستاو، نكمل كمان لحد اللقطه اللي انتوا جبتوها لي، ان هو كان ممكن الاريح او الافضل ان هو يمرر لحسين الشحات اللي جاي من ورا. فين الكره يا كابتن؟ هتيجي اهي. بص يا كابتن، هو دلوقتي ضاقت على بيرستاو. تمام.
كويس. حسين كان عنده الافضل ان هو حسين الشحات. هو الكره دي لو ما كانتش جت جول كان اتلم عليها بيرسيتاو. لو انا بلعب لو بيرسيتاو بيلعب بيمينه الافضل والافضل انه يحطها لحسين الشحات لكن واحد بيلعب بشماله وعنده افضليه تمام وعنده فرصه وهو خلاص حط جوه دماغه ان هو هيجيب جول كويس. تمام يعني هو كره اخذ الكره دخل بيها مره زي ما الكابتن دخل بيها محدش دخل عليه زود كمان هو على فكره الكره مش جايبه من الكره جايبه من عند اللاين أيوة من هناك من اخر الراجل وصله لحد ما وصله نعمل قوي يعني وصل الهدف بالظبط يعني دل يعني يعني ديليفري عالمي بصراحه يعني حلو ديليفري عالمي لا بتاع الترجي أيوة. وصله بص لحد فين كمل بقى ده لسه كمان ده لسه بيوصل فيه كمان أيوة. وصل بيرسيتاو يعني عنده خلاص عنده اريحيه لحد ما واجه الجول بص عنده زمن ومساحه تاخد بالك الاثنين دول يخلوا الفرد يطمع انه يسجل هذا انه يروح دايما بيبقى الجول شكله حلو قوي طول ما بتمشي بالكوره طبعا طول ما انت بتمشي بالكوره مفيش حد داخل عليك تمام والجول بيتفتح اكتر طول ما انت نفسك بتتفتح على الجول اكتر لو انت عايز تسجل هنا اللي قبليها يعني لو هيسجلها لحسين برضه حسين هتبقى يعني من وجهه نظري يعني هيلعبها لمسه واحده ولا هيضطر يقف لمسه واحده لان هو جاي بسرعته على يمين ممكن برضه مش سهله يعني مش سهل تخش مش سهل تيجي جول يعني مش سهل حسين الشحات يسجلها من لمسه واحده فهو طمع فيها طمع كويس تمام لكن الافضل ما في الجول انه ركن الكوره ما تهورش وهو بيشوطها يعني ما شاطش جامد قوي وحط الكوره ممكن تيجي اعتمد على الذكاء مش على القوه ما تعزمش يا اسامه لا هو شاف زاويه مفتوحه وخد بالك وهو مجرب امكانيات الجول في الجول اللي قبليه مجرب امكانيات الجول عارف ان امكانياته حلو معقوله يعني تمام حلوه والله تمام فحطها جول احنا نفسنا يعني جول حلو شكله حلو تاخد بالك احنا نفسنا لما حط الكره بالشكل ده يعني الجول كان شكله جميل طالع جميل يعني صحيح طيب كابتن عادل ده الجول الثالث لا هات لي اللقطه اللي قبل دي بالظبط دي كانت هجمه لفريق الترجي نادي لا قبل خلي بالك برضو انا من البدايه تنظيم دفاعي جيد جدا 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 من لعيبه النادي الاهلي حلو هاي استلمت الكره اتقطعت هنا من مروان ل تمام اتفضل نكمل اول حاجه اقف هنا برجاوي اول نوفل. حاجه ثمان لعيبه من الترجي صح. مضروبين ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 مضروبين مضروبين في ايه كمان في اخر تلت الرده بتاعتهم مش تبقى قويه بطيئه صاحب الهدف مروان عطيه اللي هو قطع القطعه دي القطع. لو ما اتقطعتش ما كانش الكره عملت نكمل بقى شغال يعني الجري بالكره مكمل برضو الكره مع ديانج الناس اللي بيجري بالكره كويس خلي بالك ديانج قطع كم متر بالشكل ده لحد ما وصل لفين وصل لفين لا انا عايزك تجيب لي ديانج من البدايه لحد ما وصل في الاخر قطع كم متر حوالي 40 متر حوالي 40 متر بس هو الموضوع مش هنا الموضوع في الوقت انه يحط الباص في الوقت عشان ما تبقاش اوف سايد واحد وعلشان يراعي لك سرعاتك علشان المسافه مع سرعه الكوره ايوه عشان تتعمل واحده هو عاوز يودي حسين الشحات على الجول لوحده على طول انفراد بالظبط فحسين المفترض حتى ان حسين كان متقدم عنه شويه عارف لو حسين كان واخد بره شويه كان راح عدل على الجون بشماله بقى في الوسط لكن حسين جاي لو كان متطرف لبره شويه حسين كان دخل بيها لجوه صح ولكن ديانج حطها كويس حسين رابط مع كهربا لان حسين كان لو وقف الكوره عمل وان تاتش حلو قوي لو وقف الكوره مكان كان كهربا طلع بره بالظبط كان طلع بره اللعب كهربا بس كهربا مكمل صح كهربا يعني من حسين كهربا مكمل والحمد لله كهربا يا كابتن ايمن فيها دي ايه بقى الاوفسايد اللي هو لا اللي هو كمان اخر نفسه شويه عشان سرعه الكره يجيبها عارف لو كان قدم كان الكره جت وراه انت عارف احنا كنا بنتكلم يا اسامه في اللعبه اللي هي بتاعت الشوط الاولاني اللي جت ورا كهربا كان المفروض ياخر اللي كان المفروض ياخر لا هنا حسين الشحات برضه اللي اتحرك وعملها برضه هنا اخر نفسه حسين الشحات انا كنت متوقع انه كان ممكن يحطها وان تاتش في الحته اللي تحت بس صعب هو صعب لكن حسين بيعمل الحاجات دي كويس كمان حسين بيعمل الحاجات دي كويس بس حلاوه الجون ايه يا كابتن اولا السرعه صح الباسنج من دي من القطع مروان وبعدين ديانج قطع المسافه بالكوره الباص لحسين والفينش حسين الباص وان تاتش في الكهرباء
تفنيش الكرة ما بتقطعش حتى كهربا من سرعتها وسرعته اتقابلوا مع اتقابل مع الكرة وقع جوه الجون لانه لكن مندفع جدا جون هايل في وقت هايل وكنت اتمنى ان كنا كمان نحل الجونين ثلاثة ما هو كان في كرة شبيهة بالكرة دي بالزبط. احمد عبد القادر حطها اللي رقص فيها وواحده كمان لمحمد شريف شبيهة بالظبط اللي هو في واحد حطها فوق العارضة كان يحطها لمحمد شريف كان محمد شريف جاب يعني لو كهربا عوض الهدف اللي ضاع في الشوط الاول او كهربا في الاول طيب كان هدف سهل طيب كابتن اسامه لو اخترنا رجل مباراه اليوم رجل مباراه يعني اللي احرز هدفين يبقى بيرسي طيب بيرسي كابتن بلال ميرسي بيرسي ميرسي بيرسي كويس كابتن علاء ميرسي تاو ميرسي تاو كابتن عاد مستر بيرسي يبقى بيرسي تاو هو رجل مباراة اليوم من وجهة نظرنا كلنا هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالة التحكيمية